بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجاهزة نظام الثلاث والخمس سنوات. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة مصر التعليمية، ومع مادة جديدة من مواد التخصص، وهي مادة الرسم الفني الخاصة بتخصص الملابس الجاهزة. في حلقاتنا اللي فاتت كنا اتكلمنا في مادة الرسم الفني عن طريقة أخذ القياسات الخاصة بالجسم الحريمي أو الملابس الحريمي، وعرفنا نوعية الجداول القياسية، وعرفنا إزاي أقدر أطلع المقاسات الشخصية الخاصة بمرأة معينة. أخذنا برضو طريقة رسم الكورساج الأساسي الخاص بالمرأة أو زي المرأة اللي هنستخدمه بعد كده إن شاء الله في وضع موديلات الخاصة بالبلوزات والفستان الحريمي. أخذنا برضو إزاي أقدر أعمل عملية تجسيم أو تشكيل للخصر، اللي هو أنا بضيق منطقة الوسط وخليها بتتناسب مع الشكل الخاص بجسم المرأة. برضو اتكلمنا عن حالات الأرداف الثلاث، وعرفنا ان الاجسام بوجه عام، اجسام المرأة بوجه عام مش كلها زي بعضها، بيبقى في تناسق كده معين طبيعة ربنا خالق المرأة بيها. احيانا بيكون الجزء العلوي مساوي لمنطقة الارداف، احيانا تانية بيكون الجزء العلوي اكبر من منطقة الارداف، احيانا الحالة الثالثة اللي هي بيكون الارداف هي اكبر من الجزء العلوي الخاص بالجسم. وشفنا مع بعض ازاي احسب كل جزء منها، وازاي اعمل تشكيل، وازاي اعمل توسيع او فروق للجناب للجسم الخاص بالمرأة. ان شاء الله النهاردة برضو هنبدأ مع حاجة جديدة، وهي حالات تصريف البنسات الخاصة بالكورساج. وكلمة تصريف معناها نقل لمكان تاني. انا عندي في الكورساج الحريمي عندي نوعين من البنسات، طبعا البنسة الاساسية وهي بنسة الصدر اللي هي بتعطي الشكل الاساسي الخاص بما يميز جسم المرأة عن جسم الرجل. كمان شفنا واحنا بنرسم في الكورساج الاساسي في بنسة صغيرة كده في كتف الخلف، وقلنا ساعتها واحنا بنرسم ان البنسة دي حجمها وطولها صغير، بستخدمها في الخلف فقط لان في عندي ارتفاع في الخلف اللي هو في منطقة عظمة اللوح، فبيبقى نتيجة للارتفاع ده بنعمل برضو نفس الفكرة بنسة صغيرة. طيب انا دلوقتي هعمل منتج، او يعني انا عايز اعمل بلوزة، البلوزة بتاعتي او الفستان بتاعي الجزء العلوي منه اللي هو الكورساج مفهوش شكل البنسة دي او في شكل تاني، طيب انا هعمل ايه في البنسة دي؟ البنسة او البطرون ده هو بيجبرني ان انا افضل مخلية شكل البنسة موجودة هنا في المنطقة دي؟ طبعا لا، فانا باخد حاجة اسمها تصريف البنسات. فكرة تصريف البنسات يعني بنقل البنسة اللي موجودة قدامي من مكان لمكان. هنشوف مع بعض في بنسة مثلا الامام او الخاصة بالجزء الامام للكورساج الخاص بالمرأة بنقلها، او في اماكن مختلفة بنقلها فيها، هنشوفها مع بعض. هنلاقيها حوالي 7 اماكن بصرف فيها البنسة. هل اصرفها فيها كلهم مع بعض؟ ممكن اصرفها 7 مع بعض، وفي الحالة دي بنسميها عملية تسطيح للكورساج او تسطيح للبنس او البطرون نفسه، اللي هو انا بعد كده بستخدمه في عمل التيشيرت اللي هي الملابس الفضفاضة. تمام. طيب في حاجة تانية، ممكن استغل او استخدم تصريف واحد بس للبنسة، ممكن استخدم تصريفين مع بعض للبنسة، هيدوني كل واحد منهم هيديني موديل مختلف عن التاني. هنشوف 7 اماكن لتصريف البنسات، وممكن بعد كده ان شاء الله لما هنيجي ناخد الموديلات مع بعض في البلوزة او الفستان هنشوف ازاي انا اقدر استخدم او اصرف في مكانين مع بعض. طيب ده في الامام. طب وفي الخلف، هل بنسة الخلف ليها تصريف برضو، ليها نقلها من مكانها لمكان تاني، ولا هفضل سبتها في بنسة عندي موجودة في الخلف في الكتف كده؟ لا، برضو هي ليها اماكن اقدر اصرفها فيها وهنشوفها مع بعض، بس هي غالبا بيكون اماكن تصريفها اقل شوية بسبب طولها القصير وعرضها القليل، فبتكون عملية نقلها بيكون محدود شوية في اماكن معينة غير منطقة الصدر في الامام. طيب نشوف مع بعض الكلام اللي احنا بنقوله ده عبارة عن ايه. اول حاجة هو بنتكلم عن تصريف البنسات. كلمة التصريف المقصود بيها هو نقل
مكان البنسة الأصلي اللي احنا بنتكلم عنه، سواء كانت بنسة الخاصة بمنطقة الصدر اللي موجودة في الأمام، أو البنسة الخاصة بمنطقة الخلف اللي موجودة في كتف الخلف، بيتم إلى مكان آخر تبعا وحسب تصميم الموديل. يبقى هو نقل مكان البنسة الأصلي إلى مكان آخر تبعا وحسب تصميم الموديل. معنى كده إن كل نقل منه من مكان لمكان بيديني شكل موديل مختلف عن اللي قبل منه. تمام. طيب بيقول لي كما يمكن نقلها إلى عدة أماكن معا، زي ما احنا لسه قايلين ممكن أصرفها في مكانين مع بعض أو أكتر، أو ممكن أصرفها في السبع أماكن اللي احنا بنسميها تسطيح للبنسة. تمام. والتي تؤدي إلى تسطيح نموذج الكورساج. معنى كلمة تسطيح إن هي ما بتدينيش الارتفاع اللي بيميز جسم المرأة، بتديني شكل المسطح اللي احنا عارفينه، اللي هو التيشيرت اللي هو متعارف عليه في الملابس الكاجوال كلها. طيب نيجي نشوف انواع البنسات الخاصه بالكورساج. عندي بنسه الصدر ودي موجوده في الامام، وعندي بنسه الكتف اللي هي موجوده في الخلف. يبقى انا كده عندي نوعين من البنسات في الكورساج، الصدر في الامام اللي هي البنسه الاساسيه الكبيره، وبنسه الكتف اللي موجوده في الخلف اللي هي الصغيره. طب نبدأ مع بعض بأماكن تصريف بنسة الصدر، نعد مع بعض كده. هي موجودة عندي في سبع أماكن، أقدر أصرفها في سبع أماكن. نبدأ أول حاجة عندي في حردة الرقبة، يبقى أقدر أصرفها في الرقبة. ممكن أقدر أصرفها فين تاني؟ في خط الجنب. خط الجنب اللي احنا عارفينه اللي هو في خط الخياطة موجودة على الجسم، اللي احنا بنسميه على الباترون الخط الفاصل بين الأمام والخلف، هو ده خط الجنب. طيب ممكن اصرفها فين تاني؟ قال لي في خط الكتف. تمام. ممكن اصرفها فين تاني؟ خط نصف الامام. فين تاني؟ في خط نهاية المنتج اللي هو في منطقة اللي احنا يعني المتعارف عليها اللي هو في الديل، بس احنا ما بنقولش ديل، هو في نهاية المنتج بتاعنا. وفي عندي البنسة اللي بقدر اصرفها في ما يسمى الفرنسية، ودي اللي هنشوفها هنلاقيها مختلفة عن باقي اماكن تصريف البنسات الاخرى. وعندي اخر تصريف ليها اللي هو في حردة الابط. تمام. حردة الابط الخاصة بالكورساج في منطقة الامام. طيب نشوف كده مع بعض، بصوا كده حضراتكم، ادي شكل الكورساج الخاص بالامام، ادي حردة الرقبة، وادي خط نصف الامام، خط نهاية الكورساج، خط الجنب اللي احنا بنسميه الخط الفاصل بين الامام والخلف، حردة الابط، وادي الكتف. والسبعة دي هي دي البنسة الاساسية بتاعتي. شايفين حضراتكم انا اقدر اصرفها في سبع اماكن اللي هي متلونة عندي بالخط الاحمر ده. بعمل ايه؟ بوصل من منطقة البروز او نهاية البنسة الاساسية للمكان اللي انا عايز اصرفه فيه. يبقى أول حاجة عندي من نقطة البروز اللي هي نهاية البنسة، أول حاجة هو في حردة الإبط. طيب تاني حاجة عندي في حردة الرقبة، ممكن هنا أو هنا. طيب تالت حاجة عندي في خط الجنب اللي احنا بنسميه الخط الفاصل بين الأمام والخلف. رابع حاجة عندي في خط الكتف أهو. طيب خمسة في خط نصف الأمام أهو. طيب وتحت أهو ستة في خط نهاية المنتج بتاعي اهو، اللي هو بيبقى في منطقة الوسط او في نهاية المنتج زي ما احنا قلنا. واخر حاجة عندي سابع تصريف عندي، شايفين اللي هي في نهاية خط الجنب مع نهاية المنتج نفسه، في نقطة التقاطع دي اللي هي السبعة اللي احنا بنسميها البنسة الفرنسية. البنسة الفرنسية دي وهي الوحيدة اللي ليها طريقة مختلفة، ونشوف مع بعض هتكون ازاي عن باقي تصريفات البنسات. نشوف كده مع بعض اصرف ازاي، ايه الخطوات اللي انا هتحركها عشان اصرف بنسة الصدر. بيقول لي اول حاجة تصرف بنسة الصدر في كل من الكتف والجنب والابط والرقبة وخط منتصف الامام، كل الاماكن دي بطريقة واحدة. يبقى معنى كده ان انا قسمت تصريفات البنسات عندي الخاصة ببنسة الصدر اللي موجودة في الامام، احنا قسمناها لسبع تصريفات او لسبع اماكن، ستة منهم هيتصرفوا بطريقة معينة وهنشوف الخطوات بتاعتها ايه، وفي بنسة واحدة هي اللي هتتصرف بطريقة تانية مختلفة او ليها حاجة بتميزها عن الباقي، وهنعرف الخطوات بتاعتها ايه. نشوف مع بعض كده اول الخطوة اللي احنا قلنا هصرفها، يا اما في الرقبة، في الكتف، في حردة الابط، في خط الجنب، او في خط نصف الامام، او في خط نهاية المنتج بتاعي. الست اماكن دول هنشوف مع بعض الخطوات بتاعتهم ايه. اول حاجة بيقول لي يعد النموذج الاساسي للكورساج اللي هو الجزء الخاص بالامام. تمام.
تاني حاجة يرسم خط مستقيم من احد الاماكن المحددة سلفا اللي احنا حددناها فوق، انا عايزة اصرفها في انهي منطقة، في الكتف ولا في الجنب ولا في الرقبة ولا فين بالظبط، بيقولي احدد مكان واحد، وبعد كده اوصل الخط لحد نقطة بنسة الصدر اللي هي نقطة البروز اللي احنا اتفقنا عليها. بصوا كده، وليكن اخدناها في حردة الرقبة، ادي الجزء الاساسي الخاص بالكورساج، الكورساج الامام، وادي عندي بنسة الصدر، وصلت خط من نقطة البروز الخاصة ببنسة الصدر لحردة الرقبة الامامية. تمام، طيب نشوف كده مع بعض انا ممكن اعملها ازاي. بصوا كده، ادي وليكن انا عندي الكورساج بالطريقة دي اهو، قصيته تمام، هنشتغل كده مع بعض ونشوف هعملها ازاي. هوصل زي ما احنا اتفقنا بالمسطرة، احدد النقطة بتاعتي اهو، حددت بالخط بتاعي او النقطة بتاعتي نقطة هنا عند حردة الرقبة. تمام، حددت وليكن في منتصف حردة الرقبة، وهوصل بالمسطرة بتاعتي من اول نقطة البروز الخاصة بمنطقة بنسة الصدر لحد الخط ده. تمام كده، والجزء ده اللي هو الخط اللي انا لسه رسماه هو ده اللي هقص عليه، ما انا عايزه انقل البنسة اللي هنا دي، تمام، البنسة الاساسية للمكان ده، انا عايزه اعمل فتحة البنسة هتبقى هنا. طيب هعمل ايه؟ بصوا كده حضراتكم، هجيب المقص بتاعي وهقص على الخط اللي انا لسه رسماه، بصوا كده لحد راس البنسة، بنسة الصدر، وهقف. شايفين كده حضراتكم انا قصيت عليه مفصول اهو. طيب وهاجي اعمل ايه في البنسة دي؟ ما هي البنسة دي لازم تتقفل، عشان تتقفل وتفتح معايا هنا هعمل ايه؟ شايفين الضلع اللي ناحية حردة الابط ده، ضلع البنسة اللي ناحية حردة الابط، هتنيه على الضلع الاولاني. بصوا كده، هاجي هنا وهتنيه كده بالمنظر ده، يبقى الضلع الايسر للبنسة هتنيه على الضلع الايمن ليها اهو. تمام كده، شايفين في عندي زيادة هنا هسويها على الكتف بالمنظر ده، يبقى انا كده نقلت البنسة بتاعتي، شايفين نقلت البنسة بتاعتي، بدل ما هي كانت موجودة عندي هنا اديني قفلتها اهو واتفتحت معايا هنا. خلاص كده، يبقى انا كل اللي انا عملته، الخطوات اللي انا اشتغلتها عبارة عن ايه؟ حددت المكان اللي انا عايز اصرف فيه البنسة، هحطها لكم على لون تاني علشان تاخدوا بالكم من الطريقة احنا عملنا ايه. بصوا كده حضراتكم، اديني قفلت البنسة الاساسية وفتحتها في حردة الرقبة، شايفين اللون الاخضر ده هو ده، نقلت البنسة هنا لمكانها الجديد في حردة الرقبة الامامية. طيب هل هي هتفضل كده؟ لا، بيقول لي لا، مش هينفع شكل البنسة لما هاجي اقفلها يوصل معايا لمنطقة بروز الصدر، بتدي شكل مش لطيف. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل حاجة صغيرة، بقصر طول البنسة. يعني ايه بقصر طول البنسة؟ يعني ببعدها عن بروز منطقة الصدر اللي موجودة على الجسم، بقصرها. طب بقصرها قد ايه؟ بقصرها حوالي 2 سنتي. بتقصر منين؟ بصوا كده معايا، من راس البنسة الجديد ده هدخل لجوه في المسافة الخضراء اللي عندي دي حوالي 2 سنتي. تمام؟ طيب 2 سنتي دي، ايوه انا فاكراكم سامعاكم اهو بتقول معقولة 2 سنتي؟ لا، احنا شغالين بمقياس الرسم بتاعنا اللي انا بقسم على 4، مظبوط الكلام اللي انتوا قلتوه ده مظبوط. يبقى معنى كده ان ال 2 سنتي بمقياس الرسم الجديد بتاعي اللي هو على 4 هيبقى كام؟ نص سنتي. يبقى انا دخلت من راس بنسة الصدر للداخل للمساحة اللي انا فتحتها جديدة مقدار نص سنتي، وهعدل بعد كده ضلعين البنسة. وهعدل ضلعين البنسة، يعني ايه الكلام ده؟ يعني هوصل من النقطة الجديدة اللي انا حطاها لفتحة الرقبة من هنا، وهوصل لها برضو من فتحة الرقبة اللي هنا. شايفين؟ يبقى انا كده عملت بنسة جديدة في هنا مسافة، المسافة دي خلاص بقت قماش مش موجود عندي. طب نشوف كده مع بعض اللي احنا قلناه ده او اللي احنا عملناه ده موجود معايا في الخطوات ازاي. اهو تالت خطوة عندي اهي، بيقص على الخط المستقيم اللي احنا رسمناه، يقص على الخط المستقيم، بعد كده تغلق بنسة الصدر الاساسية
اللي هي البنسة اللي كانت موجودة عندي دي، اللي هي الأساسية دي، اللي هي الأساسية دي أنا قفلتها. لما تنيت الضلع الأيسر اللي هو ناحية حردة الإبط على الضلع الأولاني اللي موجود ناحية حردة الأمام، حردة الرقبة الأمامية كده، أنا عملت إيه؟ قفلتها، أغلقتها، تمام؟ فنجد أن بنسة الصدر نقلت إلى المكان الجديد، نقلت إلى المكان الجديد. بصوا كده معايا لما أكمل الرسم. بصوا كده اهو. هو طبعا احنا المفروض بنعمله بالمسطرة على طول. بصوا كده ما كملناش، معلش الحردة دي اهو. بصوا كده البنسة الأساسية كانت موجودة عندي من فاصل الرقبة، نهاية فاصل الرقبة مع الكتف، كانت موجودة هنا، تمام؟ لكن دلوقتي هي بقت في نص الرقبة، بقت في نص الرقبة الأمامية. هل ده كان طولها؟ لا، شايفين المساحة دي احنا قصرناها، هي كان المفروض طولها بيوصل لحد هنا، لكن احنا قصرناها للداخل، وقلنا الداخل ده اللي هو كان 2 سنتي بالمقاس الطبيعي، بمقياس الرسم كان نص سنتي، وعدلت طول البنسة، تمام؟ نرجع نشوف الخطوات بتاعتنا تاني. بيقول لي بيقص على الخط المستقيم، قصينا، تمام. بعد كده قفلنا البنسة بتاعتنا اللي هي البنسة الأساسية اللي هي الخاصة بمنطقة الصدر، فهنلاقي ان البنسة اتنقلت معايا للمكان الجديد، وبعد كده بيقلل طول البنسة الجديدة مقدار 2 سنتي اللي احنا قللناهم دول، وبعد كده نرسم ضلعين البنسة من أول وجديد، تمام؟ بصوا كده ادي شكل تاني موجود عندي، انا اقدر اعمله. مثلا هعمل تصريف البنسة في حردة الإبط. طيب الخطوة بتاعته هتكون ازاي؟ بنفس الخطوات دي الخاصة بحردة الرقبة الامامية اللي احنا لسه عاملينه. بصوا كده بيديني شكل البنسة بالمنظر ده، شايفين الخطين دول؟ هو ده شكل البنسة، وقصرنا طولها عشان ما توصلش لمنطقة البروز بتاعة الصدر. شايفين هنا اديني قصرت طولها، هي البنسة الاساسية موجودة عندي اهي، اللي هي الورقة الشفافة متنية تقيلة، نقلتها بقيت في حردة الرقبة الامامية. طيب عايزة اعملها في مكان تاني اللي هو في نهاية، في نهاية ايه؟ او في خط الجنب، بلاش في النهاية دلوقتي، خلينا في خط الجنب. بصوا الموديل بتاعها بيجيلي عامل ازاي، بصوا كده البنسة بتاعتي بتجيلي في خط الجنب بالمنظر ده اللي هو متلون عندي باللون الاحمر. طيب هعمل ايه؟ هجيب برضو قطعة تانية. انا ممكن وانا شغال بقى في قلب الفصل بتاعي محتاج اعمل الجزئية دي، فهجيب ورقة. بصوا كده اجيب ورقة معايا، ورقة بيضة، هقسمها، اقسمها معايا على 4. بصوا كده عشان ينجز الوقت معايا بالمنظر ده، وهحط الكورساج الاساسي معايا هنا وهقص عليه. بصوا كده بالطريقة دي هيطلع معايا 4 كورساج مرة واحدة، خاص بالامام. بصوا كده اهو، انا عايزه اوريكم علشان ما نستصعبش الشغل ده واحنا موجودين في قلب الفصل بتاعنا، ونقول معقول انا هقص منهم 7؟ لا، اهي العمليه بسيطه خالص ما فيهاش اي مشكله، اهو قصيت 4 مع بعض في وقت واحد بالطريقه دي. تمام اهو، كل اللي انا بس هبقى محتاج اعمله ان انا احدد الجزئية الخاصة بمنطقة بروز الصدر اللي هي البنسة الاساسية بتاعتي اهو 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 بالطريقة دي. وطبعا انا عارف البداية والنهاية بتاعتي، هوصلهم ادي منطقة البروز اهي كده، اول جزئية معايا كده، تاني جزء تاني واحدة اهو
كده تالت واحدة اهو بالطريقة دي، وكده رابع واحدة. يبقى انا بقى معايا بقصة واحدة 4 كورساج للامام، اقدر اعمل عليهم 4 تصريفات مختلفين لبنسة الصدر. نجرب مع بعض كده اللي هي موجودة عندي في خط الجنب اللي هي موجودة قدامنا على الصورة او موجودة قدامنا على الشاشة. زي ما اتفقنا انا هحدد مكان التصريف الجديد، وليكن قلنا في خط الجنب هنا اهو، اهو النقطة اهي. طب هعمل ايه؟ هوصل من راس بنسة الصدر بالمسطرة للنقطة الجديدة اللي انا حددتها اهو بالمنظر ده. تمام، وهو ده اللي هيشق عليه، صح كده؟ هيشق لتصريف بنسة الصدر فين؟ في منطقة الجنب اهو بالمقص بتاعنا. هنقص، ها يبقى انا اول خطوة جهزت الكورساج بتاعي، تاني خطوة رسمت الخط اللي هو من النقطة الجديدة لبروز منطقة الصدر، تالت خطوة انا سمعاكم مظبوط قلتولي هنعمل ايه؟ هنقفل بنسة الصدر، ادي تغلق صح كده، هقفلها. هاتني انهي ضلع؟ قلتولي مظبوط الضلع الشمال اللي هو موجود ناحيه حرده الابط على الضلع اللي ناحيه خط نص الامام او ناحيه الحرده الاماميه اهو. اديني بمسكه بالطريقه دي واتني على الخط مباشره واثبته واتنيه على الضلع الثاني اهو بالمنظر ده. وبعد كده هلاقي في زياده صغيره هنا عندي في منطقه الكتف، هسويها ماشي مع خط الكتف. بصوا كده هلاقي ايه اللي شكلها مش لطيف في اللبس بتاعها. ما ينفعش ان البنسة توصل معايا والمرأة لابساها لمنطقة بروز الصدر، فمعنى كده ان انا لازم اقصر طولها شوية. وقلنا هندخل جهة التصريف الجديد يعني من نقطة البروز للداخل كده مقدار 2 سنتي بالمقاس الطبيعي بمقياس الرسم نص سنتي، وعدل الحردة او اعدل الضلعين الجداد بتوع البنسة. تمام، يبقى انا كده جربت مرة عملتها في حردة الرقبة الامامية، تمام، وجربت مرة تانية عملتها، يبقى ادي حردة الرقبة الامامية، وجربت مرة تانية عملتها في خط الجنب. هيتكرر معايا نفس النظام ده في الكتف اللي هو في منطقة الكتف هنا، هيتكرر معايا برضو في نهاية المنتج، هيتكرر معايا في خط نصف الامام، وهكذا. اللي هيفرق معايا زي ما احنا قلنا التصريف اللي هو في نهاية الجنب مع نهاية المنتج نفسه. نشوف كده مع بعض الصورة اللي قدامنا. ادي هنا لما اعملها في الكتف، نبص كده مع بعض على الشاشة بتاعتنا في منطقة الكتف، ده شكل البنسة او شكل الموديل بتاعي هيكون بالمنظر ده. قفلت البنسة وصرفتها في خط نص الكتف، هل هو هصرفها بس كده او يعني لازم في نص الكتف بس؟ لا، ممكن في التلت الاولاني، ممكن في التلت الاخير، احنا قلنا على حسب الموديل اللي موجود قدامي. طيب قصيت وقفلت البنسة، هسيبها بس كده؟ لا، زي ما قدام حضراتكم هنقصر طولها، هنقصر طولها. طيب في تصريف تاني، في تصريف تاني ممكن يديني في خط نصف الامام. مش احنا من هنا الجزئية دي لما اجي اعمل خط بالطول يبقى ده خط نصف الامام، يبقى انا وصلت تصريف البنسة من منطقة بروز البنسة لخط نصف الامام، وممكن اعملها برضو بالمنظر ده هنا برضو في خط نصف الامام اهي، من نصف الامام بس في نهايته، معلش، في نهايته لمنطقة البروز. شايفين كده في التنفيذ بتاعها؟ هنا انا وصلت من بروز منطقة الصدر او البنسة لخط نصف الامام وشقيت عليه وقصرت الطول بتاعه. نجرب كده ونشوف مع بعض الشكل بتاعها هيكون ازاي. ادي اهو عندي جزئية جديدة، كورساج جديد انا مجهزاه اهو، وقلنا هحدد في منطقة نصف الامام، خط نصف الامام. شوف كده مع بعض بنمشيها ازاي الخطوة دي. هحدد المكان زي ما احنا قلنا، وهوصل من النقطة الجديدة بالمسطرة زي ما هو واضح قدامنا لمنطقة بروز البنسة اهو بالمنظر ده. وهعمل عملية المقص او هرسم مقص كده واقول ان انا عايز
اشق او اقص على هذا الخط لتصريف بنسة الصدر فين؟ في خط نصف الامام، وهمسك المقص بتاعي، نركز كده مع بعض، هقص على الخط اللي انا رسماه لحد راس البنسة، تمام، وهعمل تظليل كده للبنسة دي، وهكتب عليها ان هي تغلق، ان هي بنسة الصدر الاساسية. ونفس الفكرة هاتني الضلع اليسار اللي هو اتجاه على الضلع الايمن اللي هو اتجاه خط نصف الامام او حردة الرقبة الامامية، مظبوط سامعاكم بتقولوا معايا، وما ننساش ان احنا نساوي خط الكتف، مظبوط الكلام ده اهو بنساويه. هلاقي البنسة اتفتحت معايا في منطقة نصف الامام او في خط نصف الامام زي ما هو ظاهر قدامنا، يبقى هي كانت قدامنا اساسي بالمنظر ده، كانت قدامنا بالمنظر ده، رسمنا الخط ده تمام، وقصينا عليه بالمقص، ظللنا البنسة الأساسية وقفلناها الضلع الأيسر على الضلع الأيمن، هلاقيها اتفتحت معايا في منطقة خط نصف الأمام. هسيبها زي ما هي، لا احنا قلنا هنقصر طولها مقدار 2 سنتي ووصل الضلعين الجداد. يبقى كده أنا عملت تصريف لبنسة الصدر في خط نصف الأمام. ممكن أعمل برضو تصريف تاني لو انا حبيت اصرف في منطقتين مختلفتين، ازاي الكلام ده؟ يعني ممكن اعمل مثلا لو تعرفوا حضراتكم اللي هو القصه البرنسس. ايه هي قصه برنسس دي؟ هي بيجي عندي دوران كده خفيف من خط او من حرده الابط لنهايه المنتج بتاعي، دوران كده خفيف من حرده الابط لنهايه المنتج بتاعي. احيانا تانيه بيجي معايا من خط الكتف خط بينزل معايا لنهاية المنتج بتاعي، ودي برضو بنسميها قصة برنسيس. قصة برنسيس من حردة الإبط وقصة برنسيس من خط الكتف. نشوف مع بعض كده نعملها ازاي. في الحالة دي انا سمعاكم بتقولوا مظبوط، القصة البرنسيس اللي موجودة عندي من خط الكتف هعمل ليها تصريفين، واحد في خط الكتف والتاني في نهاية المنتج، مظبوط. طيب وتصريف القصة البرنسيس اللي هي من حردة الإبط؟ تصريفين تمام جدا، واحد من حردة الإبط والتاني في نهاية المنتج بتاعي. نشوف كده مع بعض هتتعمل ازاي. بصوا كده حضراتكم، برضو انا الجزئية عندي من رأس البنسة، تمام. طيب انا بجيب وليكن التصريف البنسة اللي هو في القصة البرنسيس بيجي معايا من دوران خفيف كده، احنا اساسينا قلنا هحدد المكان وهوصل كده، وده اللي هكتب عليه يشق، وهوصل كده ده اللي هكتب عليه يشق. يبقى انا كده عندي تصريفين للبنسة. طيب هل هي في الموديل بتاعي بتجيلي زاوية قايمة بالطريقة دي؟ لا، هي بتجيلي بدوران خفيف. ازاي؟ يعني بتيجي من هنا مظبوط من حردة الإبط بس تجيلي كده، بصوا كده هي بتجيلي بالمنظر ده، وده كله اللي بيشق عليه. طب امال، طب ما هي كده ما جاتش الراس البنسة، بعمل خط صغير كده، تمام، بعمل خط صغير بالطريقة دي. نشوف مع بعض هتبقى ازاي. اهو باجي هنا وامشي على الدوران، تمام، ده كده اول جزئيه بتاعتي. وما ننساش ابدا بنعمل اتجاه النسيج اللي هو بيبقى موازي لخط الجنب او خط نصف الامام، وده بالنسبه لي ميم 2 اللي هو الامام 2، وهنا اتجاه النسيج بتاعي اللي هو موازي لخط النص، وده بسميه ميم 1. طب والبنسه دي لازم تتقفل؟ ما هي كده لسه مفتوحه معايا، لازم تتقفل. المقص او الخط الصغير اللي احنا رسمناه هنا ده هو ده تصريف البنسه. بصوا كده باجي هنا واشق على ده لحد راس البنسة، وبعد كده اتني، ايوه مظبوط، الضلع الايسر اللي ناحية حردة الابط على الضلع الايمن للبنسة اللي هو ناحية خط نصف الامام او حردة الرقبة الامامية، وساوي الكتف بتاعي بالطريقة دي. بصوا كده شايفين الحتة الصغيرة دي؟ اقلبها الناحية التانية يمكن تبقى واضحة اكتر. شايفين الحتة الصغيرة دي اللي هي اتفتحت معايا في الجزئية دي؟
هي دي اللي صرفت فيها البنسل. طيب ما انا سامعاكوا بتقولوا طب انا لما هاجي بعد كده اركبهم مع بعض واخيطهم هلاقي واحده اكبر من التانيه، هلاقي واحده اكبر من التانيه. مظبوط الكلام ده مظبوط، بس بنعمل عمليه خفيفه كده صغيره واحنا بنخيط اسمها عمليه تشريب. التشريب اللي هو بيديني الارتفاع المطلوب حسب جسم المرأة. يبقى هنا لما اجي اعمل تصريف لبنسة الصدر في مكانين، وليكن اللي اتفقنا عليها تصريف بنسة الصدر في القصة اللي احنا بنسميها قصة البرنسيس اللي عملنا من حردة الإبط ومن نهاية المنتج بتاعي، هي ما بتجيش ابدا زاوية قايمة، ما بتجيش ابدا بالطريقة دي، بتيجي ناعمة ليونة خاصة بجسم المرأة، فبتيجي بنسبة دوران خفيف. احنا في تصريف البنسات قلنا ان احنا بنقصر طولها، فهي نفس الفكرة، احنا قصرنا طولها ما بنجيبهاش على منطقة البروز بالظبط، بنجيبها للداخل شوية. طب للداخل شوية دي هي دي الطريقة اللي احنا عملناها، وشدينا خط صغير كده هو ده اللي فتحولي بالطريقة دي، اعمل لي الفتحة الصغيرة اللي موجودة عندي في الرسمة دي، وبرجع بعد كده اجمعهم مع بعض بالخياطة، وبيحصل في المنطقة دي في الجزئية اللي موجودة في الدوران الجسم الأساسي ده جزئية بنسميها التشريب، تشريب. تمام، ده كده لما عملت تصريف البنسة من حردة الإبط وفي نهاية المنتج اللي هي القصة البرنسيس من حردة الإبط. طب لما اجي اعملها نفس القصة بس من الكتف، برنسيس من الكتف، نشوف كده مع بعض. سمعاكم بتقولوا هتبقى نفس الطريقة بس المرة دي من الكتف. مظبوط الكلام ده، هل ثابت معايا ان هي تكون من خط نصف الكتف؟ لا مش شرط، ممكن من التلت الاخير، من التلت الاولاني، زي ما اتفقنا على حسب الموديل. برضو ادي راس البنسة بتاعتي، بنسة الصدر، واحدد في الكتف، واحدد في نهاية المنتج بتاعي، ادي النقطتين، هوصل كده بالطريقة دي هنا وهنا، وده اللي هنقص عليه. مظبوط كلام كل اللي انتوا بتقولوه ده مظبوط. طيب حد شاف المنظر ده ان هو بيجي بالزاوية القايمة؟ طبعا لا، مفيش قماش بيجي معايا بالطريقة دي، ما بتكونش لطيفة. فايه اللي بيحصل؟ بنيجي هنا نعمل عملية ليونة، دوران خفيف كده صغنن اهو، بيبعد عن بروز منطقة الصدر شوية اللي احنا بنقلل فيها طول البنسة. شايفين حضراتكم الجزئية دي بنقلل فيها طول البنس. طب ما هي كده البنسة ما تصرفتش، بعمل خط صغير كده هو ده اللي بقص عليه. نشوف برضو مع بعض هنعملها ازاي، ما ننساش اتجاه النسيج بتاعنا بيكون هنا موازي لخط الجنب اهو، او لخط نصف الامام، وهنا نفس الحكاية اهو، عشان ده مهم جدا لما نيجي بعد كده نشوف التعشيق. ده هيكون ميم واحد وده هيكون ميم اتنين، ماشي. نقص كده مع بعض، ادي اهو هقص على التصريفات اللي احنا قلنا عليها مع الدوران الخفيف. ادي كده ميم اتنين طلعت لوحديها. طب وهنا انا عايزة البنسة دي لسه برضو ما اتقفلتش، ده اللي احنا قلنا عليه، هقفله ازاي؟ هقص على الخط الصغير اللي احنا عملناه هنا اهو، حتة صغيرة خالص اللي احنا قلنا بعد كده هنعمل لها عملية. ايوه سمعاكم بتقولوا زي ما عملناها في التانية اللي هي من حردة الإبط اللي احنا سميناها التشريب. وهاتني الضلع الايسر للبنسة على الضلع الايمن ليها بالمنظر ده لحد راس البنسة بالظبط اهو، وهساوي الزيادة. مظبوط جدا اللي انتوا بتقولوه، من عند خط الكتف اهو، شايفين كده حضراتكم هي بتكون معايا بالطريقة دي، ادي ميم واحد وادي ميم اتنين. طولت معايا ميم واحد شوية نتيجة لتصريف البنسة في الجزئية دي، احاول اقلبها على الناحية التانية عشان تبان معايا اكتر. شايفين اللي هي الجزئية الصغيرة اللي بالاسود دي، هي دي الجزئية اللي احنا فتحناها اللي على اساسها عرفنا نقفل البنس. طيب ما دي في القماش بالحجم الطبيعي هتكون الجزئية دي اكبر من الجزئية دي، الدوران ده اكبر من الدوران اللي الناحية دي، ايه اللي هيحصل؟ بنقول بنعمل عملية تشريب صغننة عشان تديني الارتفاع الخاص ببروز منطقة السطر. تمام كده، لما اجي اعمل عملية تصريف لبنسة الصدر في القصة البرنسيس اللي احنا قلنا عليها، سواء كان من حردة الإبط اللي موجودة مع تصريفها في نهاية المنتج بتاعي، أو في تصريفها برضو في القصة البرنسيس من حردة
الإبط لا، من الكتف بقى المرة دي مع نهاية المنتج، يبقى البرنسيس من الكتف والبرنسيس من فين تاني؟ من الحردة الإبط. طب هاجي أعمل البنسة المختلفة اللي احنا بنقول عليها، اللي هي البنسة الفرنسية. يعني ايه بنسة فرنسية؟ هي طبعا تابعه للنظام الفرنسي او بيوت الازياء العالميه. اول من طلعها كانت بيوت الازياء الفرنسيه في موديلاتهم، لان هم طبعا الاساسيين في الموضه، فاحنا اخذناها منهم ووضحناها او هنوضحها لحضراتكم ازاي بتتعمل دلوقتي. اللي بيميزها هي نفس الطريقة اللي بتاعة البنسات اللي احنا اشتغلنا عليها، بس اللي بيميزها احنا كنا خدنا عملية تشكيل او تقسيم للخصر، اللي هي البنسة اللي احنا عملناها في منطقة الوسط من هنا، خلاص في الجزئية دي لما وصلناها بالطريقة دي. ايه اللي هيحصل عندي؟ ايه الجديد فيها؟ بيقول لي برضو ان انا لازم اجهز الكورساج الخاص بالامام، ولازم يكون عندي بنسة الصدر وبنسة تقسيم او تشكيل الخصر. ايه اللي هيحصل في الاتنين دول؟ بيقول لي الاتنين دول لازم يتم غلقهم، اكتب عليها تغلق الاتنين دول مع بعض. طب البنسة نفسها فين؟ في نهاية تقاطع الخط الجنب مع نهاية المنتج نفسه، وهوصلهم كده ببعض، وهي دي اللي هعمل عليها عملية المقص، وهي دي اللي بسميها الفرنسية. ازاي الكلام ده؟ بصوا حضراتكم، هقص على دي الخط ده، تمام؟ وزي ما احنا متعودين بقفل البنسة دي الضلع الايسر على الضلع الايمن، اهو مظبوط، اهو قفلتها من هنا على هنا، من الشمال على اليمين، مظبوط، وسويت الكتف بالطريقة دي. طيب وبعدين؟ قال لي البنسة بتاعت التشكيل الخصر دي اللي انا ضيقت بيها منطقة الوسط لازم هي كمان تتقفل. بصوا كده برضو، الشمال الضلع الايسر على الضلع الايمن، اهو بالطريقة دي هقفل هنا على هنا. بالطريقة دي. بصوا كده حضراتكم شايفين حجم البنسة عامل ازاي؟ لما اجي اظبطها شايفين حجم البنسة كبير جدا. الحجم ده مش بيبقى موجود في اي تصريف بنسة تانية، عشان كده هي دي البنسة الاختلاف فيها عن في تصريفها عن البنسات الاخرى، ان هي بيتم غلق بنسة الصدر مع بنسة تقسيم الخصر، وبيكون حجمها كبير جدا. طب هسيبها زي ما هي؟ لا، هكمل باقي الخطوات، ان انا هقلل طولها للداخل برضو نفس الفكرة، مقدار 2 سنتي، وهعمل تعديل للضلعين مرة تانية. شايفين حضراتكم ده الاختلاف اللي موجود فيها. نيجي نشوف كده مع بعض الخطوات بتاعتها هنا، اهي بصوا كده في الخطوات لتصريف بنسة الصدر وعمل البنسة الفرنسية. في الخطوات بتاعتنا موجودة اهي، بقول لي بيتم، هي بنسة بتقع في تقاطع نهاية خط الجنب، هي بنسة تقع في تقاطع نهاية خط الجنب مع نهاية خط المنتج نفسه، تمام؟ هي بنسة تجمع بين بنسة الصدر الأساسية وبنسة الخصر، والخصر اللي هو الوسط، وبعد كده ترسم بنفس الخطوات السابقة. يبقى الاختلاف اللي موجود فيها ان هي بنسة تقع في تقاطع نهاية خط الجنب مع نهاية خط المنتج، اللي هو زي ما احنا شفناه كده مع بعض، ادي خط الجنب مع نهاية المنتج بتاعنا، وبتجمع بين بنسة الصدر وبنسة الخصر اللي هو تشكيل الخصر، وبعد كده بيتم رسمها بنفس باقي الخطوات، اللي هو ان انا ادخل مقدار 2 سنتي اللي هو التعديل في الضلعين الخاصين بالبنسة، بقصر طولها عشان ما تدينيش المنظر الغير لائق، فبقصر طولها. بس البنسة دي بيكون حجمها كبير جدا زي ما احنا شفنا مع بعض في طريقة تصريفها. ادي تقاطع خط الجنب مع تقاطع نهاية المنتج بتاعي، وقفلنا البنستين الخاصة بنسة الصدر وبنسة تشكيل الخصر او الوسط.
بيكون منظرها عندي في الموديلات بيكون بالمنظر ده، ويكون حجمها كبير زي ما احنا قلنا، وبنعدل الطول بتاعها. نيجي بعد كده لتصريف اسفه هيجي بعد كده لتصريف بنس كتف الخلف. بنقول ان انا عندي ثلاث اماكن اساسيه بتكون في خط نهايه المنتج وفي حرده الابط وفي خط نصف الخلف. هل هي دي الاماكن بس اللي بيتم التصريف فيها بنس كتف الخلف؟ لا طبعا، مش هي دي التصريفات. احنا ممكن زي ما صرفت بنسة الصدر اللي موجودة في الامام في نهاية المنتج بتاعي اللي ممكن تديني ايحاء الاتساع، انا ممكن برضو اصرف بنسة كتف الخلف في نهاية المنتج بتاعي علشان توازن الاتساع اللي انا زودته في الامام، فيحصل فيه تناسق بين ابعاد الباترون بتاعي او ابعاد المنتج بتاعي لما يطلع. مش معقولة اعمل الامام متسع والخلف الاقي زي ما هو بحجمه الضيق. ففي الحالة دي انا بوصل تصريف البنسة او من رأس البنسة نفسها لنهاية المنتج بيديني التوسيع زي ما انا عايز. طريقة التصريف بتاعتها بتبقى بنفس الطرق اللي احنا استخدمناها في البنسات الاساسية الخاصة ببنسة الصدر، سواء في الكتف او في حردة الابط او في الرقبة او في خط نص الامام وهكذا، كلهم بنفس الطريقة. بوصل من رأس البنسة للمكان اللي انا عايز اعمل فيه تصريف البنسة او اللي انا عايز انقله فيها، واقص على الخط اللي انا لسه رسماه واقفل البنسة. برضو هيبقى الضلع اللي ناحية حردة الابط على الضلع التاني، وهيبقى اتنقل معايا البنسة بتاعتي من مكان لمكان تاني. زي ما شفنا هنشوف كده برضو أمثلة تانية للخلف أهو. وليكن الموديل اللي عندي ده هيتصرف عندي في حردة الإبط مظبوط زي ما انتوا قلتوا، هنصرفها أوصل من رأس البنسة لخط حردة الإبط في أي مكان أنا عايزاه، وهكذا في باقي التصريفات إن شاء الله في باقي الخطوات التانية. للأسف بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. أرجو أن أنتوا تكونوا استفدتوا، أرجو أن أنتوا تجربوا وتطبقوا الكلام ده في البيت، تشوفوا إزاي تقدروا تعملوها. ما نستصعبش الموضوع من الأول ونقول معقولة أنا هعمل ده كله، طب إزاي؟ لا، نجرب كده واحدة واحدة. سهلناها على قد ما نقدر، إن عدد معظم التصريفات بتتم بنفس الطريقة ما عدا تصريف بنسة واحدة هي تصريف البنسة الفرنسية. وعرفنا إن اللي بيميزها إن لازم أقفل بنسة الصدر مع بنسة تقسيم الوسط، وبيكون حجمها كبير، وبنقلل برضو الطول بتاعها، وبنعدل بنفس الخطوات اللي فاتت بنعدل الضلعين الجداد بتوع تصريف البنسة. شفنا مع بعض ازاي برضو اقدر اعمل تصريفين في وقت واحد، وكان المثال عليهم قصة البرنسيس سواء كانت من الكتف او من حردة الابط. للأسف خلص وقت حلقتنا النهاردة. خلصنا مع بعض تصريفات البنسات الخاصة بالكورساج سواء كان في الأمام أو الخلف. أرجو الاستفادة، وإلى اللقاء على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.